اول حاجه جماعه صح وغلط، بيقول هنا ايه الداله العكسيه. الداله العكسيه يا جماعه ديت الداله اف اكس بتساوي 2 اكس ناقص 7، هي 7 اكس ناقص 2. نعمل ايه يا جماعه؟ صح ولا غلط؟ هجيب الداله العكسيه دي احسبها انا، احسب دي احل مكان الاف اكس واي، الواي بتساوي 2 اكس ناقص 7. ابدل اكس مكان واي وواي مكان ايه؟ مكان اكس، يبقى اكس بتساوي 2 واي ناقص 7. احاول اجاوبها لوحدها، السبعه تحترف الثاني باشاره موجب، يبقى اكس زائد 7 بتساوي 2 واي. اكس مترفعين على كام؟ على 2 يا شباب. يبقى الواي بس هتساوي اكس زائد 7 على مين؟ على 2. ودي العكسيه يا شباب، دي العكسيه كده. اذا العباره دي ايه؟ العباره دي خاطئه. طيب السؤال اللي بعده، الجذر هيكون على 49 اكس تربيع واي اس 4 يساوي 7 اكس واي تربيع، والاكس داخل الاقامه المطلقه، صح ولا غلط؟ هنعمل ايه يا شباب؟ هجيب جذر 49 ب 7 اكس تربيع اسم 2 على ايه؟ على 2، يبقى اكس بس. بس لاحظ هنا عدد ايه يا جماعه؟ زوجي، بتطلع من اس فردي صح؟ الدليل زوجي والاس فردي يا جماعه، لازم نعمل اقامه مطلقه. واي اس 4 ايه اسم 4 على 2، ادينا واي اس كام؟ 2، يبقى العباره يا جماعه صح 100%. السؤال اللي بعد كده، اه في حاجه كده يبقى غلط هنا ثالث. السؤال ده يا جماعه برضه بقول لك مهم، اكس اس ثلث مضروب في اكس اس 3 على 7 بتساوي اكس اس كام؟ اس سبع، جذر السبع يعني اس سبع يا جماعه. من هنا جذر السبع ده معناه بقول لك كده اكس اس 1 على 7. هل ده صح ولا خطا؟ نعمل ايه؟ احسب ده يا جماعه على جنب كده. الاساس زي الاساس، اجمع الاسس، هنجمع بس ثلث زائد كام يا شباب؟ 7. واحد المقامات، المقام عندك 21 يا شباب، على 3 فيها 7، وهنا 7 على 7 فيها لا ايه؟ 3 1 3 يساوي 10 على 21، يعني المفروض ده يساوي يا جماعه ايه؟ اكس اس 10 على 21، صح يا شباب؟ يبقى ده غلط يا جماعه، لا يساوي اكس اس الصفر. طيب اللي بعده، 27 اس 2 يساوي 9. نعمل ايه يا جماعه؟ هنفك دي بس، هنفك 27 فك 9 يا جماعه، فكها يلا شوف هيساوي ولا لا. 27 اقدر اقولها 3 اس كام؟ 3 اس 3 ف 3 اس 3 الكل اس كام؟ 2 على 3. تمام كده يا شباب؟ ده راح مع ده هيساوي 3 اس كام؟ 2، يعني بيساوي 9، يبقى العباره ايه يا جماعه؟ صح. اللي بعدها، الجذر الرابع 16 جي اس 16 اتش اس 4، نفس الشيء برضو. هجيب الجذر الرابع ل 16، لو مش عارف اجيبها ازاي بحللها يا جماعه، بحللها يلا. 16 اقسمها على 2 فيها الايه؟ ها فيها 8، على 2 فيها ال 4، على 2 فيها ال 2، بجيب الجذر الرابع، يبقى كل اربعه اخذ منهم واحده، دول كلهم اربعه اساسا. تطلع بكام يا جماعه ده؟ تطلع بره الجذر ب 2. طب جي اس 16 اقسم 16 على 4، 16 اقسمها على ال 4، هيدينا 4، يبقى جي اس كام؟ 4. اتش اقسم برضه ال 4 على 4، يدينا اتش. قلنا خلاص خلاص ايه؟ طيب اتش بس يا شباب. طيب بعد كده الاس ده هو ايه؟ ها الاس ده زوجي صح؟ والناتج هنا اتش فردي يا جماعه، اس فردي، يعني لازم منها قوه مطلقه. تلاحظ هنا كده عامل لك بدون قوه مطلقه، يبقى مطلق، يبقى العباره عندك ايه؟ خطا، ما هو صح. يقول لك العباره 3 واي تربيع زد على 15 واي اس 5 بتساوي ايه؟ اختيارات يا جماعه، اختيارات. هعمل ايه؟ اختصر يلا على 3 فيها الواحد على 3 فيها ايه؟ 5. يعني كانه كسره يا شباب، تحت فيه 5. طب واي اس 2 فوق واي اس 5 تحت، اطرح الاسس 5 ناقص 2 ب 3. كتب فين؟ تكتب مع الكبير تحت، تحت يا جماعه، اللي لو فوق يبقى واي اس 3. طيب زد تربيع يبقى فوق بس، او زد بقى زد، يبقى زد على 5 واي اس كام؟ اس 3 يا جماعه، هي دي اول واحد، رقم واحد ده اللي صح. هنا شوف ده بقول لك ايه؟ اكس اس ثلث اكس اس ربع بيساوي ايه؟ نعمل ايه يا جماعه هنا برضه؟ اوحد المقامات دي،
اجمع الاسس اوحد الايه المقامات الاربع اسس. الثلث زائد ربع ما دي اكس اس كام ده كله يا جماعه؟ بس مجموعهم اهو هتساوي ايه؟ اكس اس كام؟ واحد المقام عندك يبقى ب 12، يبقى هنا 3 زائد كام؟ 3 زائد 4 هنا 7. اكس اس 7 على كام يا شباب؟ على 12 هي رقم سي. اكتب الجذر الاتي يا جماعه واستعمل اسس النسبيه، احوله الى اسس نسبيه. 25 هم اس 4 اعملها ازاي يا جماعه دي؟ 25 اس 4 كان بقول لك كده بالظبط، خلي ال 25 دي خليها 5 يبقى 5 اس 2، يعني الجذر عامله كده. امسح بس السبوره. الجذر يا جماعه هو الجذر الرابع ب 25 زد اس كام؟ 6. هو نفسه قلت له كده 5 اس 2 زد اس 6 الكل اس كام؟ اس ربع. واضح؟ يبقى هتساوي 5 2 على 4 يا جماعه. 2 في ربع ب 2 على 4 يعني كام؟ 2 على 4 يعني نص. طب زد اس كام؟ 6 على 4. 6 على 4 يعني هتساوي يا جماعه 5 اس نص زد اقسم ده على 2 وعلى 2 يدينا كام؟ ادينا 3 على كام يا جماعه؟ على 2. يبقى 5 اس نص زد اس ايه؟ ثلثين 2 على 3 3 على 2 معلش 3 على 2 غير ايه؟ 3 على 3 على 2 لا انا غلطان كلنا صح. يا جماعه هي اللي صح. السؤال ده يا جماعه برضه اتكرر تاني نفسه. اتكرر تاني يا جماعه نفسه ولا ما اتكرر؟ شوف كده 49 جذرها 7 اكس تربيع طب كام؟ طب اكس يبقى عندك 7 اكس. طيب تلاحظ حاجه هنا اس زوجي صح؟ والناتج بص عندك هنا زوجي والناتج يا جماعه اس فرد واحد لازم يكون مطلق. واي اس 4 على واي بواي ايه؟ تربيع اس زوجي مش مشكله فيه. اختار يا شباب 7 اكس كم مطلقه واي تربيع لي رقم ايه؟ ركز يا جماعه في الحته دي ركزوا عليها شباب في الامتحان زيها بالظبط. طيب اكتب الجذر واي اس 4 تحت الجذر السادس مستعمل اسس نسبيه يا شباب عباره عن ايه؟ ده الجذر السادس يعني اسس سدس. الجذر السادس يعني ايه؟ اسس سدس. اقول له كده واي اس 4 الكل اسس سدس هي نفسها واي اس 4 على 6 اختصر مع بعضها اختصرها اقسم مثلا اس ومقام على كام؟ على الاثنين فيها الاثنين على الاثنين فيها 3 هتساوي واي اس 2 على كام؟ على 3. هي دي يا شباب. في شيء ما هو واضح يا جماعه؟ شيء ما هو واضح؟ يقول لك هنا ما المتباين للشكل اللي جوه ده يا جماعه؟ دي بتناسب مين؟ ها نعمل ايه؟ يقول لك واي اقل من ولا اكبر من؟ الجذر ده يا شباب طلع ولا نازل؟ طالع صح؟ بس الرسمه طبعا الرسمه لتحت. ايوه طالع. الرسمه الحل عندك ما هو واضح صح؟ التصدير بدا فين يا شباب؟ تحت ولا فوق؟ هو غامق شويه تحت، هو غامق يا جماعه شويه غامق تحت. تحت كده، لون غامق شويه بس يمكن عندك ما يظهرك ولا انا ظهر اكتر مني. يبقى هو ايه؟ هيبقى اقل من ولا اكبر من؟ ها؟ هيبقى واي اقل من. طب بيساوي ولا من غير يساوي؟ بدون مثال يعني خط غير متقطع اهو، خط متقطع اقل منه يا جماعه. طب الجذر التربيع بكام؟ هتعرف تفتح الجذر يا جماعه. كل ما هو اكبر من سالب 4 اقدر اقول لكم جنب كده اكس اكبر من سالب يا جماعه 4. حد الطرف الثاني باشاره موجه يبقى اكس اكبر من ناقص 4 زائد 4 يا جماعه زائد 4 اكبر من كام؟ من 0. وده تحت الجذر. يبقى اكس زائد يا جماعه 4 تحت الجذر. لا سي 3 سي صح. حتى كيف اجيبها يا شباب؟ كيف بتجيبها؟ اول شيء افكر فيه الحل فين؟ تحت ولا فوق؟ تحت. ما هو اقل من؟ طيب متقطع ولا متصل؟ متقطع. يبقى الغي اللي فيه ساوي. طيب بعد كده عايز اجيب تحت الجذر يا جماعه. اشوف المجال عندي هنا، المجال عندي بيبدا من سالب 4 يعني اكس اكبر من سالب 4 واديها الطرف الثاني يبقى اكس زائد 4 اكبر من 0
اللي هو تحت الايه شباب؟ تحت الجذر. يلا يا شباب اوجد الداله العكسيه يا جماعه، دي الداله العكسيه من فيهم بنعمل ايه؟ ما خدنا قبل كده بحول اف اكس ده الى واي، اقول واي بتساوي 2 اكس ناقص 7، بعدها اقلب الاكس واي والواي اكس يبقى 2 واي ناقص 7، تروح الطرف الثاني 7 يا شباب، يبقى ال 2 واي بس بتساوي اكس زائد 7. اقسم على مين؟ على الاثنين دي العكسيه يا شباب. ودي كده العكسيه، دي اكس زائد 7 مقسومه على كام؟ على 2 اللي هي رقم بي. بيقول لك هنا اوجد مجال يا جماعه، اوجد مجال ومدى الدلتا. مين يا جماعه اللي جايبها؟ المدى بيبدا من المدى يا شباب. خلينا في المدى الاول يا جماعه، المدى. قول يا مهند. المدى صفر استاذ. واي اكبر ولا اقل من صفر؟ فوق ولا تحته؟ اقل استاذ. الرسمه هي يا مهند بص معاك. لا اكبر اكبر. ايوه ده محور اكس، الرسمه فوق. بقت مدى عندي يا شباب واي اكبر من اكبر او يساوي الصفر. ليه يساوي؟ لان هو عندك خط ده متصل ما متقطع. تاخد المدى اللي فيه واي اكبر من اصلا. لا عندك مين؟ هي اصلا واضحه ما هي موجوده غير واحده بس هي دي. طيب بالنسبه يا جماعه للمجال، كيف اجيب المجال؟ ركز كده معايا. المجال اهو يبدا من اول هنا يا شباب. هنا سالب 3 ايه؟ سالب 3. يبقى كل ما هو اكبر من سالب 3 يبقى اكس اكبر من او تساوي سالب ايه؟ 3. يبقى ده الصح يا جماعه، ده الصح. رقم ايه؟ رقم سي. اوجد ناتج يا جماعه اف تركيب جي وجاب لي الاف وجاب لي الجي يا جماعه. اف تركيب جي هعمل ايه؟ اخلي الجي في مجال الاف. الجي دي هي مين؟ هي الكلام ده. يعني هقوله من الاخر هات لي اف اوف اكس ناقص كام؟ 2. احط الجي كلها في مجال الاف. ابدا من الثانيه يا جماعه هتساوي. يلا فين الاف؟ الاف بيقول لك اكس تربيع، بقول له هنا اكس ناقص 2 كل تربيع زائد 1. افك التربيع ده يا جماعه، كيف افك التربيع؟ ربع الاول يبقى اكس تربيع، ثم ها 2 في الاول في الثاني، 2 في اكس يبقى 2 اكس، في 2 في 4 اكس، زائد الثاني اللي هو ده تربيع 2 تربيع ب 4 زائد كام؟ 1. نجمع كده يا شباب يبقى اكس تربيع ناقص 4 اكس زائد كام؟ 5. هي رقم ايه يا شباب؟ رقم ايه؟ ايه هي اللي صح؟ حل المعادله يا جماعه، حل المعادله ايه؟ في الامتحان بره يا جماعه على فكره جاي حاجه زي كده بالظبط، زي حل المعادله دي. ما هي ولكن زيها يعني. نفس حاول تفهم دي. حل المعادله اعملها ازاي يا جماعه؟ اول خطوه اربع الطرفين، ليه اربع الطرفين؟ عشان اخلص من الجذر التربيعي. يبقى التربيع راح مع الجذر هنا. بقى لك بس 3 اكس زائد 4 يساوي 5 تربيع يعني 25. ودي 4 الطرف الثاني باشاره سالب. يبقى 3 اكس هتساوي 25 ناقص 4 1 ايه؟ 20. عايز اكس لحالها. اقسم الطرفين على مين؟ على 3. يبقى اكس هتساوي يا شباب؟ موجب 7، موجب 7. اكتب العباره اكس اس 7 يا استاذ. ها؟ حلتها انا الاختبار، يقول لي في اسئله لم تجب عليها وانا مجاوب عليها كله معلق شكله. ايه حاجه في النظام بقى، النظام مش كده. طيب ايش الحل يا استاذ؟ لاني انا دخلت الحين يمكن يطلعني ويروح على الاختبار. طيب خلاص بس بعد الحصه كلم الدكتور محمد الامين عشان لو في شيء يعدله لك عندك في النظام. هو اللي في يده الحاجات دي كلها. يعني لو راح الاختبار عادي يا استاذ؟ عادي هنعمل ايه؟ بس هو موجود في اي وقت، لو دخلت في وقت هتلاقيه. اذا دخلت هتلاقي الاختبار موجود. يلا يا جماعه، عارفين يا جماعه 5 اس سبع معناها ايه؟ الجذر السابع، ده الرقم يا جماعه 5. الجذر السابع لمين؟ لخمسه اللي هو ده يا جماعه. وصلت العباره دي يا شباب؟ حفظت العباره؟ وقت بس يجري مننا. هعمل ايه؟ اضرب الاول في الاول والثاني في الثاني واجيب الحد بعد كده ايه يا جماعه؟ اجيب الحد الاوسط. الاول في الاول 2 في 3 بكام؟ ب 6. طب الثاني جذر 5
في جذر خمسة يعطينا خمس اهي يا جماعة. باقي لك بس ايه؟ بس سالب خمسة يا جماعة، سالب، ان فينا موجب في سالب. باقي لنا مين؟ الحد الاوسط اجيبه ازاي؟ طرفين مع بعض، فصلنا على بعض. 2 في سالب جذر خمسة بسالب 2 جذر خمسة. 3 في جذر خمسة ب 3 ايه؟ جذر خمسة. هيديني 1 جذر خمسة. انا اقول له زائد جذر ايه يا جماعة؟ 5. 6 ناقص 1 ناقص 5 دي. ادينا 1 او 1 زائد جذر دي رقم ايه؟ ايه. السؤال ده يا جماعه جاي زيه قبل كده مكرر مره ثاني. الحل اقل من اهو، اقل من يبقى هو ايه؟ تحت. ماشي؟ هيبقى تحت، يبقى اقل من، استبعد كل ما هو اكبر من يا جماعه. تمام؟ طيب استبعد ده خلاص. الخط متصل هاخد ده بدون ما تفكر في المساله، بدون ما تفكر يا جماعه. تمام كده؟ عايز تاكد من حلك اتاكد، خد من تحت جذر اهو وشوف ايه يا شباب؟ هيديك اكس اكبر من سالب هنا كام؟ سالب 2. سالب 2 لو حبيت تتاكد 4 اكس 8 اكبر من او يساوي صفر، يبقى تروح الطرف الثاني يبقى 4 اكس اكبر من او سالب كام؟ 8 اقسم على 2 يبقى اكس اكبر من سالب كام يا جماعه؟ 2 فعلا صح. هي دي. ماشي يا شباب؟